عامر اتمنى بس ان هو يركز في موضوع الكرة العرضية ده هو اللي عمل هي معقول شوية بعد يعني فاق بعد بدأ. الخطأ ده. لا بس عارف انت لما حارس مرمى مميز وغلطتين ورا بعض ممكن ياخدوا منك شوية، وبنفس يعني نفس الخطأ، ان هو الاسبوع اللي فات برضه كان نفس الخطأ بالنسبة لعامر عام، لكن زي ما بقول لك حراس مرمى المميزين، واحمد عادل برضه من حراس المرمى المميزين جدا يعني.